تعال نخش على الحالات. اتفضل. اول حاله معانا هي هدف الزمالك الثالث في مباراه فيوتشر، وحضرتك عايز تعلق على هذا الهدف. هو طبعا الهدف كان في الدقيقه 93 واثار جدل كبير جدا في السوشيال ميديا وناس اتكلمت. فاحنا طبعا انا حللت الهدف وقلت هدف صحيح، مفيش فيه تسلل، مفيش فيه خطا. الصور اللي بتيجي، الناس اللي بتنزل صور، احنا بنتكلم على على فيديو موجود معانا. في ناس بتقطع صور، ماسك ومش ماسك، والحاجات دي يا جماعه موجوده في الكوره يعني. حاجات الموضوع الماسك الخفيف والماسك اللي في الالعاب اللي زي دي موجوده في حد في الدوري الانجليزي قد كده. طبعا الخطوط مظبوطه، مفيش تسلل في المره الاولانيه ولا في المره الثانيه. الاحتكاكات بتحصل بين اللعيبه دي احتكاك طبيعي جدا، يعني ان حد لعيب يحط ايده على لعيب تاني او الاحتكاك ده موجود في الكوره، وبالتالي هدف صحيح. وانا قلت اشدت بطاقم التحكيم ماتش الزمالك الحنفي ورفاقه. طب بالمناسبه عشان الحاله دي مش معانا بس هسالك عليها، الكره بتاعت محمد عبد الشافي كانت طرد ولا انذار؟ بص حضرتك، هنتكلم التحكيم دلوقتي بقى علم. فاللي بيحلل صوره بيحلل طبعا هنا فاس قبلها. هنتكلم كعلم. انا هطرد في حاله واحده لما بيكون متوفره القوه والسرعه. صح. اللعبه محمد عبد الشافي لعب الكوره، اولا لعب الكوره نفسه يقلل من القوه والسرعه. طبعا المكان الاصطدام طبعا يستاهل طرد، الاستاذر استخدم يستاهل طرد، بس لما في متوفر القوه والسرعه. انا لعبت الكوره كعبد الشافي لعب الكوره، واللعبه مستمره كلعبه واحده، فالرجل جابت في القصبه بالاستاذر بالمنظر ده، مع لعب الكوره بتقل القوه والسرعه، وبالتالي انا بقول ان استدعاء الحنفي شافها، والاعتبارات دي حطها في دماغه ان في قوه قلت والسرعه قلت، وبالتالي انزل بالكارت الاحمر والكارت الاصفر. يعني دي تحط في اطار التقدير؟ لا، مش تقدير. ما عادش دلوقتي حاليا في التحكيم تقدير. انا في اعتبارات 1 2 3 دي بتوصل لي النتائج. عظيم. ده علم دلوقتي، التحكيم بقى علم. فبالتالي انا كل حكم دلوقتي معروف الاعتبارات اللي بنشتغل عليها. القوه والسرعه متوفره، ومكان الاصطدام، والسلاح اللي مستخدم اللي هو الاستادز في القصبه بالقوه والسرعه، ده طرد. دي حاجات بتبقى محددات. لكن حضرتك شايف ان القوه والسرعه ما كانتش كبيره بعد لعب الكوره بتقل. فبننزل للدرجه الاقل اللي هو اقصى درجات التهور، الانذار. عظيم جدا. طيب.